أعزائي المشاهدين، في شأن آخر عقد صباح اليوم مؤتمر صحفي لمركز مناظرات قطر للإعلان عن البطولة الدولية الثانية لمناظرات المدارس باللغة العربية واللي بتبدأ من 23 لين 26 من مارس. نتابع تفاصيل المؤتمر في هذا التقرير. في هذا اليوم أن نعلن لكم عن تنظيم واستضافة مركز مناظرات قطر، وهو عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، للبطولة الدولية الثانية لمناظرات المدارس باللغة العربية، والذي سيقام بإذن الله. البطولة ستقام خلال الفترة من 23 إلى 26 من الشهر الحالي برعاية سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس المجلس الأعلى للتعليم ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. البطولة هذه الثانية للمناظرات المدارس باللغة العربية، المشاركين فيه طبعا من الدول العربية، زاد السنة عندنا احنا من المدارس اللي هم طبعا تركيا وماليزيا وبعض الدول الأجنبية اللي شاركت معنا في البطولة. العدد تقريبا وصل عندنا إذا ما يقارب 300 وشوي من الطلاب المشاركين في البطولة. أهداف البطولة هو طبعاً اللي هو النقل أو نشر ثقافة الحوار بين الطلاب وفن المناظرة والحوار. الفريق القطري إن شاء الله راح يشارك في هذه البطولة طبعاً، وتم إعداد مسبق للفريق القطري عشان المشاركة، طبعاً خاض تدريبات ومعسكر خارجي من فترة وجيزة، وإن شاء الله يبشر خير إن شاء الله بإذن الله. طبعا نتمنى التوفيق لمركز مناظرات قطر في البطولة العربية الدولية للمناظرات باللغة العربية، وأيضا الشكر موصول للدكتور حياة معرفي للمدير التنفيذي للمركز وجميع العاملين في المركز، نتمنى لهم